يعني ما حد جابهم بالقوه وقعدتهم مجلس النواب. زين. وخيار الشعب كان خيار خاطئ، والشعب ايضا يتحمل جزء اساسي من المشكله. استاذ حيدر اتطرق لهذه النقطه. يعني انا اعطيكم مثال والان احكيها على الهواء. نعم. مو سر. انا في يوم من الايام قاعد بالقاعه والحلبوس يضرب هذا التصويت، ينبه هذا تصويت، فصفي نائب شال ايده ويضرب الموبايل. قلت له ابو فلان علي ما صوتي؟ ضحكت علي ما صوتي؟ قال مو سمعتهم قالوا تصويت؟ قلت له وعليها ماذا صوتت؟ قال ما ادري. زين عليها قانون؟ قال ما ادري. زين تقارئ القانون؟ قال ليش تقرا قانون؟ طبعا اقرا قانون. قال انا هاي الدوره الثالثه نائب. زين. اقسم بالله ولا مره قارئ سطر واحد، ولا قارئ قانون ولا ادري بالقانون شنو. زين يعني هاي والله دورة مصيبه، يعني هذا بيده حكم الشعب. انا ضد من ينتقد هذا النائب، لا بد هذا النائب ما عليه اي لوم ولا عليه اي صوت، انتخبه. وثلاث دورات انتخبه، ما يهمه هذا يقرا قانون الدوله، يهمه من ينطيه معامله يريد النقل من فلان دائرة لفلان دائرة ينقله، أو ذبلة سبوية سوشا، أو من قال من خابرة جاوبه وجاب الفاتحة وراح لديش الحامل جابت وراح لهذا شو اسمه راح تنتخبوه وفاتح بيته يستقبل طلبات المصائر معقب. بس هل أدى دور الأمانة الحقيقية في مجلس النواب لتشريع قوانين تهم كل الشعب العراقي؟ لا.